جل جلاله هم التين والزيتون والشفع والوتر مهابط وحي الله خزان علمه ميامين في أبياتهم نزل الذكر فلولا هموم لم يخلق الله آدما ولا كان زيد في الأنام ولا عمرو سأندبكم يا عدتي عند شدتي وأبكيكم حزنا إذا أقبل العشر فعيناي كالخنساء تجري دموعها وقلبي شديد في محبتكم صخر أيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر مررت على الدار التي كنتم بها فمغناكم من بعد مغناكم قفر وسالت عليها من دموعي سحائب إلى أن تروى البان بالدمع والسدر وقد أقلعت عنها السحاب ولم تجد ولا در من بعد الحسين بها در يلا استعد للبواج يم الابنين ردوا يتامى وانذباح عباس وحسين يم البنين اتذبحوا كلهم على القاع وحسين ظل مرمي وظل مكسور الأضلاع ومخدرة حيدر علي طلعت بلقنا نادي أهل وعاديم تقولوا الملتجا وين خل أسمعكم عيني أنتم والله هاي الحسينية الموقرة لصدقها وولائها كل ما أقرأ أخشع في الحسينية وأكو بعض الحسينيات نوادر هاي اللي بنيت على تقوى الله هاي اللي فيها الولاء المفرط يلا وياي خلي اسمعكم ولا يم البنين الأربعة يا محد فنهو دمهم غسلهم وترو يا بصاير جفنهو ومن الصبح زينب مشيت للشام عنه فوق الهزل مريت وشافتهم مطاعي يم البنين الأربعين ذبحه وضماية وظلوا ثلاثة أيام على القبر غراية ريتك نظرتي عالنهاير صاحب الراية شلون حالة مفضوخ راسه مقطع شمالة وليمي يم البنين الأربعة
رفعوا لك ما قصروا يشهد البايري وتشهدنا ما حد وفى الحسين مثل البطل عبا سوى الهوايل في طفوف الغاذريه صاحت أولادي وكل من في العالم يروح يا ليت بعد حسين ما تبقى بنروح يا بشر بالله لا تقول حسين مذبوح وإجت للبقيع تسوي أربع قبور رمزية أول من بدأ بالشعائر تسوي أربع قبور رمزية تكتب عليها نعون عبد الله جعفر عباس وبعيد تكتب على قبر هذا قبر الغريب ابن فاطمة وتقل لي يما يا يما يا يما أحلى سنين عمري وأجمل أيامه لما جيتكم للبيت خدامة اش خلاها لو اظل الراف غلامة يما لو ايان ادري بحليبي هالوفا جان بعد ربيت لك يا حسين خوان يما يما الناس كلها تحب الأولاد يا ويكره ولاده ها اسمع عايشة تقول له أنا مو بناك أولادي مو غالين علي ذولا شعرة قلبي يا يما الناس كلها تحب الأولاد وأنا بربع فديتك يا أبو السجاد بس كون سالم للوطن راد ولا هو أنا أم الأربعة الدهري ولا هو صبور اش ما جرى عليهم ولا هم لا أنا البقيت لهم ولا هم خذوني ويا الضغن للغاضري لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين إذا ما بلغت الصادقين بني الرضا فحسبك من هادي يشير إلى هادي عبيد لمولاهم موالي عبيده شهود عليهم يوم حشر وإشهادي هم حجج الله اثنتا عشرة متى عددت فثاني عشرهم خلف الهادي هاي الأيام من أصعب مراحل تاريخ البشر من يوم خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة ماكو مثل هاي المأساة اللي مرت في عهد وفاة النبي وبعدها بش كم يوم ما يصير أنا أتعداها أقولها وأعرج على الشيء الأرض أقولها وفقني الله شوف خويا إذا جنابك عندك معاملة تريد تبني بيت تراجع لك أكثر من دائرة صحيح ولا لا هاي المعاملة إذا وقفت عند رئيس أو وزير كن يختمها وما انختمت تمشي المعاملة بعد هاي أمورنا الدنيوية بيت حجمه 300-500 ألف متر أرض أبني على توقيع واحد توقف أموره ويتعطل كله أسألكم بالله دين محمد بن عبد الله اللي هو أكمل الأديان والذي الله ارتضاه إنه
يريد النبي يكتب لنا وصية حتى لا نضيع ويمنعونا من كتابة الوصية. شقد أخرتنا هاي ملتفتي، هاي مو وصية أبوي إنسان عادي اللي بعدين الإسلام يقسم ورثة، هاي وصية النبي يريد يخلص الأمة من الضيعة ومن الضلال ومن الحيرة. وما يكتفي أن يقولهم شفهيا كلش مهمة، قال أكتبها لكم بخطي، من عو ما خلوه يكتب أخرون. هاي واحدة. اثنين، اليوم إذا أكو قلعة وبيها أكثر من بيت، هاي القلعة مدام بابها محمي، هذين البيوت محميات، إذا وقع هذا باب القلعة بعد ذيك البيوت كلها تنهتك، واضح لولا؟ أقدس بيت بالعالم، أشرف بيت بالعالم، اللي الملائكة تجي تتبرك بترابه، بيت رسول الله، هذا البيت اعتدي عليه. بعد أكو بيت الظل حرمة، ها؟ لما اعتدي على بيت النبي بعد حتى البيت رب العالمين ما ظلت حرمة وهدموه. اقروا التاريخ شوفوا ايش سوى. سفارة، انتوا الآن خلي بيكم واحد لا سمح الله عنده مشكلة يلتجئ لأي سفارة، هذا قانون عالمي، السفارة إذا طبت لها أنت محمي. بيت النبي سفارة الإسلام، من دخله كان آمنا. يتحسنون بي منو عياله وما يآمنون، ما يسلمون على أنفسهم. قل لي يا شيخ أكل الدهر علي، لا ما أكل علي الدهر، لو أكل علي الدهر ما اليوم هيك تأخرنا إحنا، ما اليوم أصبحنا مولانا بعضنا يقتل بعض، وأن أكل الدهر عليها. هاي المقدسات الله يطالب بيها، شنو قيمة الناقة؟ ناقة صالح، هي ناقة الإنسان يشرب من عندها، عقروها لهذا اليوم الله يقول فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، شنو قيمة الناقة يا من عال الزهرة؟ بيت الله بناء آدمي إذا انهدم لمني مرة ثانية، اعتدي عليه وما هدمه، ورب العالمين لهذا اليوم كل لحظة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ بالله عليكم لو للوحي استمرار وصارت هاي الجريمة الهجوم على دار النبي وهاي المأساة اللي مروا بها أهله، ما ذكرها إن القرآن؟ بعد أقول كلمة واحدة وأعرض، دائما أستشهد بها هاي القصة، هذا جمال عبد الناصر يحبون أهل مصر كثير، على أساس سوالهم اسم وطلع لهم مجد وراد يتزعم الأمة العربية، هاي سوالف. هذا لما مات أجمع أهل مصر أن يسمون زوجته أم المصريين، اسمها تحية كاظم، قاعدة بعمارة 8 طوابق، واحد من مواطنين مصر كتب للجريدة يا مسلمين هذا إنصاف، تحية كاظم لوحدها قاعدة بعمارة وأنا عندي 10 عائلتي أعول بيهم بالإيجار. من كتبة الجريدة هذا العنوان، هي المرأة قرأت هذا العنوان بالجريدة، كتبت جواب للجريدة أنا متنازلة عن هالعمارة للمصريين الفقراء وشوفوا لي شقة أسكن بيها. لما قرأوا هذا الخطاب والرد من هاي المرأة طلعت القاهرة والإسكندرية عن بكرة أبيها مظاهرة على محرر الجريدة، أنك شلون سمحت لنفسك تكتب هذا المقال وتجرح مشاعر أم المصريين، شنو هاي مكانتها؟ عود كيف زوجها يحبونه؟ والزهراء مثلها اليوم مباشر تقعد على قارعة الطريق وتبكي وتريد واحد ينتغر لها وينصرها، ماكو، أو حتى تستظل بيه بيتها يحرقونه والشجرة يقطعونها. عليكم السلام. وتزامنا مع هذه المأساة
أيام شهادة الإمام العسكري. أبى أقول هاي الكلمة، يقال أن الوحيد اللي من أئمتنا علناً، التفتوا شو أقولن، علناً ما راح للحج، وإلا هو ما يخلو من، إذا ماكو إمام بالحج حج ماكو، ما يدروا بيها، إذا الإمام ما مو بالحج حج ماكو، وهاي وحدة من معاني وجود الإمام، اللهم عجل فرجه. بس بالعلن ما راح إمامنا. جلب هو وأبوه من المدينة إلى سامراء. سامراء أكو منطقة راقية يقعدون بها على أساس الأشراف، وأكو منطقة للأجانب يسمونها خان الصعاليك. أسكنوا الإمام الهادي وعياله بخان الصعاليك. بالله عليكم، لو ما اليوم العسكري والهادي أرواحنا لتراب مقدمهم الفداء بسامرة، ياهو لخلقها، ياهو يندلها. شرفوا البقاع، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. وين ما خلوا أقدامهم شرفوا الأراضي يا أخوي. سكنوا هناك. ولاد الإمام أربعة، الحسن والحسين، يسمونهم الصبطين الأصغرين. كيف ذاك أمير المؤمنين اسمه علي أرواحنا فداه عند حسن وحسين، هذا هم مولانا الإمام علي الهادي هم اسمه علي هم عند حسن وحسين، يسمونهم الصبطين الأصغرين. بعد منو عنده؟ عنده محمد المعروف بسبع الدجيل، وعنده جعفر. جعفر لقبوا علماءنا أنا ذاك بالكاذب حتى يميزونه من جعفر الصادق. تسمعني خويا؟ ارفعوا أصواتكم بالصلوات. هذا على جانب كبير من الورع والالتزام والعلم، بحيث كان الشيعة يقولون من بعد الإمام الهادي ابن محمد هو الإمام، وكانوا يشوفون هذا محمد هو الإمام الذي راح يغيب، لأن اسمه محمد نفس المواصفات، ويشوفون في هذا الورع والالتزام والدين والتقوى. وكان الإمام الهادي أكثر ما يعتمد عليه في حلول المشاكل وفي إصلاح ذات البين، ولما يريد لأمر في المدينة، وكان معتمد الإمام الهادي. وأرسله الإمام الهادي لشيء، وذول أعداء ولاية آل النبي العباسيين كانوا يشوفون هذا هو الإمام من بعد أبوه، لذا سرعوا وسبقوا أن يقتلون هذا الرجل، وقتلوه مسموما، قتل ظلما وعدوانا، لأن الكرام كرامة الله لأوليائه الشهادة، فالله كرم هذا الرجل بالشهادة. ليش؟ لأن كانوا يشوفون العباسيين اعتماد الإمام على هذا، ويشوفون ميلان الناس إليه، فكانوا يتصورون هو هذا هو الإمام وهو القائم، فلهذا سرعوا إليه بالسم وقتلوه مسموما. قتل في بلد. لما وصل خبره للإمام الهادي والإمام العسكري، تدرون ايش سوى الإمام العسكري؟ شق جيبه عليه، يعني
إمام إمام مفترض طاعة يشق زيجه على رجل، هذا مو عادي. الأئمة فيهم أولاد بأولادهم وصلوا إلى مرتبة قل نظيرها، مثل إسماعيل ابن الإمام الصادق، كلها كانت تقول هو هذا الإمام من بعد أبوه. ولما مات في عهد أبوه الإمام شيع مكشوف الوجه، مكشوف الوجه، تعرفون ليش؟ حتى قلهم يا ناس ترى ابني مات، ما تقولون هذا هو الإمام. ومع هذا قالوا ما مات غاب. أقول الآن إسماعيلية يتبعون هذا الرجل إسماعيل على جانب كبير من الوعي والإدراك والفهم والعلم والزهد والتقوى والورع والالتزام. بأولاد الأئمة محمد ابن الإمام أمير المؤمنين اللي تبعوا ناس ويسمونهم الكيسانيين، أنا أتعجب واحد يحكي على هذا الرجل. محمد ابن الحنفية كان معتمد الإمام أمير المؤمنين في حروبه، وقروا خطبته في صفين شلون يخطب كأنه أبوه قد ما يخطب. والناس قبل يعرفون شيعة أهل البيت يشوفون تقواه وزهده وعلمه بعدين يمنون إليه، فجل الناس بعد الحسين مالوا لمحمد بن الحنفية. ومع هذا هو جاب الإمام زين العابدين قال لهم تعالوا أبوي أنا ماني إمام، الروح للبيت ونسأل الحجر ياو الإمام يجاوبنا، إذا جاوبني أنا إمامكم، إذا ما جاوبني أنا مش إمامكم. فهو كان يميل إلى ولاية الإمام زين العابدين سلام الله عليه. بأولاد الإمام موسى بن جعفر القاسم اللي مدفون بالحلة، ذولا تربية أئمتنا، منهم هذا البطل سيد محمد، كان جماله باهر يعجب، وكان في ريعان شبابه، بعد شباب في عز شبابه قتلوه ظلما وعدوانا. يقول لما الإمام الحسن العسكري شق جيبه عليه الإمام الهادي إجا واحتضن ابنه، شو بقى وهو عزى ولده قال لبني عظم الله أجرك تصبر، لقد أحدث الله لك أمرا أو فيك أمرا. قال له ترى هاي موت أخوك الله سواها إليك حتى الناس لا تنشق من بعدي عليك وعليه، الناس كلها تميل إليك، وهذا فداك بنفسه. أبو صالح فداه بنفسه، اتنازل عن الحياة في سبيل حياة أخيه كما فعلها أبو الفضل العباس سلام الله عليه، العباس بن علي. والله لو الدنيا كلها تخضع لأبو الفضل العباس ما ترفع عندي مستوى قد كلمة قالها فيه الحسين سلام الله عليه، ومكتوبة على باب العباس يمتاز بها أبو فاضل. يعني شوفوني أنا هاي مكانتي، شايفين واحد جنابك يصعد سيارة ترك تفتح للباب مو؟ العباس لما راد يصعد على الفرس الإمام الحسين أحاله يعني ساعده وأصعده على جواده وقال له اركب بنفسي أنت، يعني فدوة أروح لك، اركب خوي بنفسي أنت. ما هي إلا لحظات وإذا بصوت قطع العدة جفوفي يا خوي والعلم مال بالعجل شوف البيرقك يا حسين شيال مال العلم يا ابو علي وقلت الحيلة ما اقدر اشيل سلاح والجربة ثجيلة طاح العلم يا حسين خل ضغم يجيله وينك وينك هلا سمعك لا ينكسر جيشك يا ابو سكنة يا سردا وويلا
قال له يا اخويا ابو الفضل في وين الجفوف؟ قال له يا اخويا تقطعت ما بين الاصفوف، دمي على عيني جماد يا حسين ما شوف، نشف دمومي يا بقية آل هاشم وويلا. قال لي يا اخويا وين بتارك طرحته؟ قال لي يا اخويا قطعة ويميني وتركته، لو كان شفي سلام هالبيرق نشرته، رديت بيل الخيام وجود الماي سالم، تخصار على عضيدة يودع وصقد انفاس، يا قم يا جمرة الكون الذي ما قطت انداس، ظهري تراه انكسار من فقدك يا عباس، طاح العلم وتفلتت من العزايم. إذا ما قرأت معاي في الأبيات اللي مضت لا بأس، بهالبيتين منت معذور إذا ما تقرأ. اسمع الحسين شي يقول له. قال له يا أخويا لغسلي بدمعي دموماك، تمنيت كان لها الحريم الله يدومك، لكن يا اخويا بهالارض يومي ويومك، وتضيع من بعدي وبعدك الفواطم، وعزم يشيل للمخيم قال مارو خلني على الشاطئ عالج طلعة الرو، مقدار ارد للخيام واسمع زينب تنو، وانظر دمع سكنة على الخدين ساجم. هاي طريقة قريتها لاخواني اهل الاحساب، في ناس من اهلي بالاهواز وعراقي موجود معانا، اقرأ هالبيتين بطريقتهم. ويلا رجع تلقت زينب خومومو يا شوجيتنا وحدك يا حسين يا حسين، وابن والدك حامض ضغن وين صاحب صوت زينب يا زكية، يا خويا شلون بيك شلون بي، يا خويا شلون بيك شلون بي، يا زينب راح عباس من دي، يا زينب راح عبايا يا عباس من داي. هذا بيت الدعاء. لما رجعت زينب قعدت يم قبر ابو فاضل، خويا لا تقول زينب ما اجتني، خويا طلعت لك ذيك الليلة انا تعليت لك ولا المخطوف، خويا وقلوبنا ترجف من الخوف، وقلوبنا ترجف من الخايف، وردتك الحالي وذلت تشوف
أنا لقيت العلايا يا على غرم الفوف راسك يا أخويا بعمد مكسوف أو غدرتك يا من ما عندك جفوف خويا لما انطحت يا ليث الحراب ردت أجيلك كان مسدود الدرب جيتك ولا جرت ولوني ضرب وشبعت خويا عقب عينك عذاب يا الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله من أوصاني بالدعاء لشفاء مريضه ومرضاه وقضاء حوائج ربي من عليهم بحسن إجابتك يا الله الجمع المؤمن بارك بهم احفظهم استر على أعراضهم اكتب السلامة والسعادة لكل المرضى لا سيما عزيزنا المحترم أبو علي اللهم قر الأعين بشفائه العاجل من عليه بالصحة والعافية المتكاملة يا الله إلى من مات على الإيمان الفاتحة مع الصلوات.